شاعن برلمان كا لحد دولة بوتلان أنا جو قد جا حلنت خلافات كا يانس أنت قلها وكيلة بوتلان مدحوينها دولة بوتلان ومقعابي حير كمقعابي حير لحدني تضو لبي طبعاً ديسمبر لبعتني صدح سدا قاعد دستور كا waxaanu ku hawlanayn maalmahan xulitaanka baarlamaanka lixaad ee dowladda Puntland iyadoo shuruudo badan oo laga eegay dadkii shuruudaha buuxiyay xildhibaanadii shuruudaha buuxiyay oo ku guuleystay inay noqdaan xildhibaanada 24 ayaa waxaan jecelnahay awe oy taariikhdu tahay 31 بشهر 2023 inaanu shaacino xildhibaanada waxa ugu hormarinaya xildhibaanada gobolka bari waa 22 xildhibaan xildhibaanka koowaad faarax salaad nuux xildhibaanka labaad abdirsaaq umar ismaaciil حلبانك صدحات فارح جامع يوسف حلبانك أفراد محمد باري الشري حلبانك شنات أحمد بلي سعيد حلبانك اللحاد أحمد حاجي محمود أحمد حلبانك تضباط محمد محمود عبد الشندي حلبانك السديدات محمود علي محمود حلبانك السقالات محمود دكول حرس حلبانك التمناد حسن عبد الله حسن حلبانك التمناد أبو بكر محمد عمر حلبانك اللبي التمناد عبد الخالق محمد محمود حلبانك الصدحي التمناد بشير مراء محمد آذن حلبانك أفري التمناد مصطفى بيلي محمود حلبانك الشني التمناد محمود شريع عثمان حلبانك اللحية تبنات أحمد سعيد يوسف حلبانك التضوي تبنات نصيب موسى علي حلبانك السدي تبنات عبد القادر حسن سعيد حلبانك السقالي تبنات محمد سراد عبدي حلبانك اللباطنات محمد محمود عمر حلبانك كوي اللباطنات محمد سعيد علي حلقة وحكونا ماذا كوي اللباطن كي قبل كبري xildhibaanada gobolka sool oo iyagu ah 8 iyo 7 cayna 15 kaasan gelina xildhibaanka 22-aad waa faarax maxamed abdi xaash xildhibaanka 23-aad maxamed mursal maxamed xildhibaanka 24-aad ismaaciil saleeban geele xildhibaanka 25-aad maxamuud aadan wali maxamed xildhibaanka 26-aad faysal maxamed dalmar xildhibaanka 27-aad qaalib xasan maxamuud xildhibaanka 28-aad xasan yuusuf majabe xildhibaanka 29-aad muhtar umar cali xildhibaanka 30-aad jacfar maxamed gaadaweyne xildhibaanka 31-aad خضر فارح محمد حلبانك صدني لبات عبد الرحمن حاجي أحمد آذن حلبانك صدني صدحات موليد أبكر عافي حلبانك صدني أفراد عبد الرساق شريف أحمد حلبانك حسن دعالة علي حلبانك صدني لحات محمود عبد الرحمن محمود حضنا وحن بلعبنا حلبان هذا قبل كسناك حلبانك صدني تدوات عبد الرشيد يوسف جبريل عول حلبانك صدني سديدات عبد العزيز أحمد صالح حلبانك صدني سقالات محمد فارح محمد حلبانك أفرتنات عبد غني صالح علي قوليد حلبانك أفرتني كوات مرسل محمود عبد علي حلبانك أفرتني لبات أحمد عبد الرحمن جامع كلو حلبانك أفرتني صدحات علي أحمد محمود صمتر حلبانك أفرتني أفراد
عبد الرزاق أحمد سعيد فارح حلمانكا أفرتن إيشانات محمد عويل علي طلف حلمانكا أفرتن إيلحاد محمود أحمد حسن حلمانكا أفرتن إيتدوات جامع أحمد فارح هذا نحن قلنا حلمان هذا قبل كأنه قال حلمانكا أفرتن إيستيدات محمد علي سبير حلبان كعفرتني سقالات عبد المهد علي الليبان حلبان كنتونات عبد الرزاق جامع آدم حلبان كنتون يكوات يوسف علي السعيد حلبان كنتون يلبات عبد الرشيد أحمد محمد حلبان كنتون يسطحات مختار عبد الرحمن أحمد حلبان كنتون أفراد إبراهيم عسير قراصي حلبانكا كنتن يشنات عبد غني فارح داشني حلبانكا كنتن يلحاد ياسين جامع عمر حلبان هذا قبل كمدوك بان هدنا قد قلينا حلبانكا كنتن يتضبات حسين أحمد نور محمد حلبانكا كنتن يستيدات ليبان بدل شيخ محمد حلبان كنتن يستقالات محمد محمود عيسى حلبانكا لحدنات عثمان يوسف حراري حلبانكا لحدني كوات حريت حسن علي حلبانكا لحدني يلبات مونو أحمد عبدالله حلبانكا لحدني صدحات عبدولي يوسف ورسمي حلبانكا لحدني أفراد أحمد جمال حنقولي حلبانكا لحدني شنات عبد الرحمن شيخ حسن حلبانكا لحدني لحاد عبد كافي عبدي أبشر حلقة وحنقصوا لما ذا حلبان ذا برلمانكا لحاد دولة بوتلان وبالله توفيق.